زين تلتزم دوما بدورها القيادي في تطوير المجتمع، وذلك من خلال تمكين فئة الشباب ودعمهم وتشجيعهم للتقديم في الوظائف الشاغرة في الشركة وحصولهم على فرص متساوية في المقابلات. نوفر أفضل الدورات التدريبية للموظفين الجدد واللي تمكنهم من تحقيق هدفهم بالحصول على وظيفة في شركة زين العراق. شفنا الكفاءة والتميز للمتقدمين من فئة الشباب وحماسهم اتجاه التوظيف في زين العراق وإصرارهم على تجاوز كل المعوقات اللي ممكن تواجههم للحصول على الوظيفة المناسبة بناء على مؤهلاتهم. قدمت على أكثر من وظيفة وتم الرفض، ومن اتصلوا بي شركة زين قدرت أقابلهم أكثر من مقابلة وقدرت أن أتجاوز هذه المقابلات بصورة لطيفة وحلوة. ممكن يوم من الأيام راح أكون مديرة الكول سنتر.